نحكي اليوم على حلم بديت عام 2013 شركة أغفيا ناتور، وهي أول شركة تونسية عربية في مجال البيع المباشر أصبح الحلم حقيقة. أغفيا اسم يجمع بين 12 مكونات أساسية في كل المنتوجات، الويل دارغان إلى الويفيرا. واليوم وبعد 5 سنين وصل لعدد منتجات أغفيا لمئة منتوج، وهذا تأكيداً على نجاح الشركة ونجاح التسويق فيها. شركة أغفيا ساهمت في إثراء اقتصاد البلاد، وعشرات الآلاف من التوانسة ولا عندهم مورد رزق من خلال بيع وتسويق عديد المنتوجات. وهكا أغفيا خلت البيع المباشر في تونس ما يكونش حكر على الشركات الأجنبية، وبرهنت اللي التونسي قادر باش ينجح ويكون في المراتب الأولى. نهار بعد نهار شركة أغفيا خلت الناس يفهموا، يشاركوا، يشريوا، يبيعوا، يستهلكوا، ويوليوا دي زغفية ويكون عندهم مورد رزق ومنه يحقوا أحلامهم، وخليتهم زادة يربحوا سفرات للخارج وإقامات في عديد الجهات في تونس وعديد المفاجآت الأخرى. الثقة، الإصرار، الاجتهاد، المحبة والاعتراف بالجميل كانوا من الأسرار المهمة للنجاح. أغفيا تعترف بالجميل وتكرم بصفة دورية المنخرطين المتميزين. أغفيا زادة تدللهم وتوفر لهم التكوين اللازم كل فترة. ويمكن زادة من أهم عناصر النجاح هو الحفاظ على الجودة، وين تحصلت أغفيا على شهادة المطابقة للجودة العالمية إيزو 9001. وهكا تكون أغفيا غير تحية برشا ناس آمنوا بالفكرة، آمنوا بالحلمة. أغفيا مفخرة لتونس، أغفيا صح علينا. شخارك ها؟ Donc on rappelle que c'est un produit 100% tounsi, donc les يحب l'huile d'argan, l'argan plutôt ou l'aloe vera, Arvia نعرف لي. Je sais que certains d'entre vous ont utilisé les produits. واحد نعرف اللي انت استعملت البرودوي هذا. عجبك؟ وي جربت فما كريم دو نوي مزيانه انتي فاتيغ، جربتها مزيانه برشا وحلوه وفرحانه برشا انه يكون البرودوي هذا تونسي اصلا. والله انا بدي الحقيقه فرحتني الحكايه، وحتى الفيتيري بيان في وكل شيء سي توب. برافو برافو أغفيا. انا جي سي لا كريم ابيزانت و ليبستيك بالحق يصير محلاهم، سي دو بون برودوي. Sadak Laribi, propriétaire de la marque Arvia. C'est la première marque tunisienne de vente directe. Arvia est déjà mis à le concept. Arvia, l'ism. Ar, c'est argan, ou via, c'est aloe vera. C'est des produits naturels, ou riches, ou avec le sabara, ou avec l'huile d'argan. Aglabit, le produit, c'est vrai, accélère le produit pour les femmes, mais une femme qui touche les bébés et les enfants et les hommes. C'est une histoire de success story, c'est une histoire de Farida. ما طلها شخص نجح في التغلب على كل الظروف، استخلص من دروس الحياة العبر اللازمة، وجعل من الصبر والكفاح سلاحه فيها، رفع التحدي وتمكن بفضل مثابرته وإصراره باش يصنع لنفسه قصة نجاح يفتخر بها وتتعلم منها أجيال في تاريخنا المعاصر. بطل حكاية اليوم هو صادق العريبي، مؤسس شركة أغفيا. وبعد دراسة جيدة لسوق تونسية اكتشف نقص في مواد التجميل والعطورات تونسية الصنع، وهنا قرر انه يعمل مزيج بين الصنع التونسي والتسويق المباشر اللي كان يعتبر فيه الصادق من ابرز الكفاءات في هذا المجال. 2013 كان تاريخ انطلاق شركة أغفيا في العمل، وتخصصت في صنع مواد التجميل وتسويقها بصفة مباشرة، وذاعفت الشركة وتربعت على عرش التصنيع في تونس واحتلت المراتب الأولى من حيث المبيعات بالرغم من تواجد ماركات عالمية منافسة، وذلك بفضل جدية الصادق لتسويق منتوج يتمتع بجودة عالية والعبقرية في تحقيق حلمته بموارد مالية تكاد تكون معدومة. أغفيا اليوم تشغل أكثر من 40 موظف، وهي مثال نجاح تونسي 100% نافسة أكبر الشركات العالمية في نفس الاختصاص. اليوم الصادق نجح في خلق إمبراطورية في التسويق تضم أكثر من 70,000 عميل وتصنيع أكثر من 100 منتوج. يعتبر الصادق العريبي أول مستثمر ومؤسس شركة تونسية وعربية في مجال التسويق الشبكي والبيع المباشر، والتي تمكنت من اقتناء المرتبة الأولى في السوق التونسية مقابل منتجات أجنبية سابقة في المجال. كل موزع يعتبر عنده شركة يطورها يتكون فيها ويصنع حلمه وتساهم في اقتصاد بلاده، وهنا عشرات الآلاف من التوانسة يسترزقوا من البيع المباشر ويكونوا عندهم قيمة إضافية في البلاد. انطلقت أنا بالمشروع
المشروع نتاعي براس مال بسيط يقدر ب $30 ما اكثرش، ونجمت في مده قصيره اني نحقق ارباح ماليه هامه وصلت حتى الألف دينار شهريا. حسب ارقام بعض الشركات، اكثر من 50% من العاملين في مجال التسويق الشبكي والبيع المباشر في تونس هم بين سن 20 و35 سنة، في حين تبلغ نسبه الكهول الناشطين في المجال حوالي 30%. زوجتي بحكم كانت عاطله عن العمل، عندها صاحبتها دخلوها في المشروع هذايا، وبالا سويت دخلتني أنا في المشروع هذايا. كنا قبل المدخول شوية، من بعد ولا مدخول هام جدا، ولينا النجم ونعيش به العائلة متاعنا. انجح في حياتك. مصير نحكي لكم على بزنس ينجم يدخل لكم برشا فلوس، اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يدخلوا في حاجة اسمها البيع المباشر وإلا الـMLM. باش يحكي لنا عليه صاحب أكبر شركة تونسية متاع بيع مباشر، أرفيا، شركة تبيع على الكتالوج، عندها اليوم اسمعوا مليح أكثر من 100,000 موزع. شركة أسست في 2013 ورقم معاملاتها اليوم ببضعة ملايين دنانير. بحذايا مؤسس الشركة صادق العريبي، مرحبا بك سي صادق. مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين شمس افهم. مرحبا. شنو تبيعوا بالضبط؟ احنا عندنا كاتر جام، عندنا لا كوزميتيك ناتوريل، عندنا المكياج، عندنا لي بارفان اي لي كومبليمون اليمونتير. دونك هذوما هما ارفيا، معناتها ار سي ارغون فيا سي الويفيرا، ما تعملنا على الكاليتي. دونك قلت لي بدينا راهو نذكر بدينا ب 12 برودوي ماناش معروفين، ما تعرفنا اون دو ميزي سور لا كاليتي، ومش كاليتي عاديه. ارفيا حتى كان نهار مش تنحي برودوي باسكو شافتو بتاتر ماهوش متميز على الاخر، ما نقولوش متميز شويه، متميز على الاخر، لازم يكون سوبيريور للمنافسين باش انت تكون عندك اضافه كبيره. خاطر احنا نحبوا كي تدخل للدار، الدار هذيك تعاود تاخذ ارفيا، وذاك اللي جراه هو، وذاك هو يعني مش المشكل كاين واحد يحصل معناها. يعني جربت تاخذيت خاطر شفت وجا واحد حكي لي وكذا وشرب لي مخي وخذيت برودوي، اما من بعد ما عادش نرجع. سي با سا دو تو، معناها سي لو كونترير. داكور، سي لو كونترير. دايور خمسه من منتوجاتكم تم اختيارهم منتوج السنه السنة. صحيح. خمسة من المنتوجات اللي تبيعوا فيهم على الكتالوج نتاعكم. صحيح، أكثر شركة تونسية وأجنبية خذت دي برودوي لانية هي خمسة، ومنهم أن برودوي اللي هو دو فوا دي سويت اللي هو لا بيزونت اللي هو البست سيلر نتاع أرفيا. نجحت شركة أغفيا منذ نشأتها في كسب رضا وثقة شركائها وحرفائها، وكانت حريصة على أنها تقدم لهم خدمات متميزة وتكون ديما قريبة منهم باش تلبي لهم جميع طلباتهم وتجاوبهم على جميع تساؤلاتهم بكل إصغاء وحرفية. هذيك علاش اليوم والأول مرة تفوز شركة أغفيا بتألق وامتياز من بين الشركات المتواجدة في تونس في مجال البيع المباشر بلقب إلو ميور سيرفيس كليون دو لاني 2021. أغفيا، صح علينا.
كوت ديفوار، النيجر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، توغو، بنان، مالي والسنغال. أرفيا حضرت سياج في أبيدجان يليق بطموحاتنا الأفريقية والعالمية. نعلمكم أنكم تلقاو في التكست نتاع الفيديو هذه ديليا باش يعطيكم معلومات على أرفيا كوت ديفوار، أنتخوتخ وخاصة الكتالوج اللي يضم إن سواسنتين دو برودوي في الكوسميتيك ناتوريل، في البارفان وفي المكياج وبيانتو الكمبليمون أليمونتير. كل خبر في أرفيا يخلي الحلمة تكبر، واليوم الخبر هذا خلانا متواجدين ونجمو نعملو ريزو في 10 بلدان، تونس، الجزائر وثمانية بلدان من غرب أفريقيا. في 2018 عملنا بليزيوغ إيفينمون، سان فالونتان، سواري رمضان ولمة رمضان وبوستابول. عملنا لوفرتور نتاع سياج نابل اللي كان ايفينمون متميز في 2018 واضاف حاجه كبيره وحاجه جديده للي كونساي نتاعنا واللي كليون نتاعنا. عملنا بليزيوغ فورماسيون، دي فورماسيون برودوي، عملنا دي فورماسيون وتورني على الملام 100% ملام. عملنا الفونت باغوتيس افيك ان اكسبير انترناسيونال. ارفيا في 2018 عملت دي فواياج دي سيجور، نتذكروا مثلا الفواياج دو غيف لتركيا، نتذكروا لي سيجور كيما سيجور حمامات وسيجور الاخر في سوسه مع الانيفرسير ارفيا. نتذكروا اللي عملنا دي نوفو برودوي في 2018 كيما لي ليبستيك، كيما البيبي كريم، كيما الايبرو، كيما لي ماجيك بان، كيما لي كريم بي ساك يابيمي. نتذكروا اللي في 2019 كانت الكونسيكراسيون نتاع الخدمه كامله للليكيب البيرسونيل نتاع ارفيا، واخذنا سيرتيفيكاسيون كاليتي ايزو 9001. ارفيا كملت العام بايفينمون ناسيونال كبير كان ناجح برشا اسمه ارفيا ويمن اووردز، وين ارفيا كرمت احسن نساء تونس في ميادين معينه، وكانت معناتها حاجه ناجحه برشا. وكان كانت نتذكر انه الماران دي ليفينمون مدام وداد بوشماوي بري نوبل دو لا بي 2015، وكانت البريزيدون دو جيري مدام سونيا مبارك اكس مينيستر دو لا كولتور. دونك كانت حاجه متميزه انه ارفيا المونتر ان هي اونتربريز سيتويان اللي هي تخمم ان تجازي احسن نساء تونس. في 5 سنين ما نسيناش ان الانسان كي ينجح وكي يخدم يلزمنا نكونوا معترفين له بالجميل، يلزمنا نكرموه ويلزمنا نشكروه، وهذاك ما قامت به ارفيا مع لي كونسيي ولي ماناجير نتاعها باش تشكرهم على الخدمه وعلى التفاني نتاعهم ولا حب الماركه التونسيه نتاعهم. 5 سنين وارفيا عندها جنود الخفاء، الموظفين نتاعها اولادها اللي كلهم دي جون ويقدموا في خدمات متميزه لشركائنا ولي كونسيي ارفيا. نقول لكم لكلكم شكرا، سواء اللي موجودين في دار شعبان الفهري سواء اللي موجودين في الشرقيه، بارك الله فيكم على تفانيكم. في الاخر نقول لكم اللي احنا مازلنا في بدايه الحلمه، واللي يفهم بالقداء اسرار النجاح في البيع المباشر يعرف ان اهم حاجه هي اختيار الشركه اللي توفر لك اسباب النجاح. وارفيا مازال برشا حاجات مش تحققها، وعلى هذا نشجع كل واحد يخدم انه يزيد يخدم ويحسن في خدمته. وكل واحد موجود في ارفيا وممكن موش قاعد يخدم لانه ياخو فرصته، الفرصه مازالت قائمه، اللي نجحوا ماهمش خير منك، جست بتاتر هما امنوا بحظهم اكثر. كل واحد ماهوش كونسيي ارفيا مرحبا به، البلاصه موجوده والنجاح ملك كل واحد يمن بيه.